السلام عليكم ليزيز اند جنتلمان. حكايه اصل حكايه النهارده الحرب الحبشه. اصل حكايه حرب الحبشه مبدئيا لازم تعرف انها كانت 1879. اسمع يا سيدي، لعب الضباط الامريكيين دور خسيس في هذه الحرب، في حرب الحبشه. تسببوا في اباده الجيش المصري. كانت الحمله تحت قياده ضباط اتراك واجرى كسب. كانت ولكن هيئه اركان الحرب كانت تحت قياده الامريكان. كان الجنرال اسمه لورينج. يقول عنه احمد العرابي انه كان غير ضليع في فنون العسكريه، وكان يوجد راهب فرنسي يعمل لملك الحبشه، وكان بيزور الجنرال لورينج افري داي لحد ما وصل الراهب لتفاصيل الجيش المصري، وقاموا الاثنين باتفاق ثنائي خسيس ان في وقت النزال ان الضباط الامريكان يلبسوا قبعه ويلبسوا على اعناقهم منديل ابيض ليأمنوا على انفسهم خطر الاشتباك مع الجيش الحبشي، وهذا ما تم بالفعل. فأفني الجيش المصري إلا من على رأسه قبعة أو في عنقه منديل أبيض. ودي كانت خسة الأمريكان في حرب الحبشة. تحياتي أحمد فاروق.